أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هو ناشط علمي مش ناشط سياسي، مهتم بنشر الثقافة العلمية منذ أن جاء من أمريكا إلى الآن. بيعمل مهرجانات أو مجموعة مهرجانات سنوية مختلفة تهتم بنشر الثقافة العلمية لعدة فئات، شرائح عمرية مختلفة. يتواصل أيضا مع أفضل عقول العالم من علماء نوبل، من العقول المصرية والعربية المهاجرة في الخارج، ونسعد بكل نشاطاته التي يقيمها مصريا أو قوميا في الوطن العربي. دكتور علاء إبراهيم، أهلا بك دكتور علاء، اهلا بك استاذ احمد، اهلا نورني. بيك، شكرا جزيلا على التقديم. وأيضا أحد الطلبة الواعدين، وسنرى هل هو أيضا من العاشقين أم لا، مصطفى نديم، طالب الجامعة الأمريكية. أهلا بك مصطفى، اهلا وسهلا. نورني. دكتور علاء إبراهيم، دعنا ندخل في الجديد من النهاية. دكتور العالم الكبير دكتور فاروق الباز موجود في مصر هذه الأيام، كنا نتمنى أن يكون معنا لكن لديه ارتباطات مختلفة، ولكن اليوم سنعلن عن مشروع جديد لأول مرة يعلن على وسائل الإعلام المختلفة. دكتور فاروق الباز يعد العدة الآن بالتنسيق مع الجامعات المصرية لمحو الأمية في مصر، وإحنا كنا في الفقرة الأولى بنتكلم إن كان التميز عند تونس إن نسبة التعليم 99% رغم ظلم النظام القديم، لكن الأزمة الكبيرة اللي عندنا إن إحنا عندنا نسبة أمية طبعا كبيرة، يعني خلينا نقول في المتوسط هي 40%. صحيح، نعم صحيح. ما هو طيب هذا المشروع؟ خليني اقول طبعا ان كان في تواصل كبير بيننا وبين دكتور فاروق الباز على مدار 3 اعوام في موضوع نشر الثقافه العلميه وزياده الوعي العلمي والفكري للمجتمع. هو كان ادفايزر او راعي لينا، دايما بيشاركنا سواء كان موجود في مصر ان هو بيجي بيحضر و او لما بيبقى في مكتبه بالتليفون وكده. فهو في الحقيقه دلوقتي اشار لينا ان هو يجب ان يكون هناك يعني حملة على مستوى واسع يعني محو يعني أمية الشعب المصري في مرحلة ما بعد الثورة. وهو في الحقيقة ابتكر أسلوب جديد. الأسلوب الجديد ده هو إن هو يعني يحول أي شخص تعلم إلى متعلم، إن هو يستخدم طاقة شباب الجامعة ويستثمر هذه الطاقة إن هم يقوموا أثناء المرحلة الجامعية أثناء ال4 أعوام إن يبقى في تواصل وتلاحم مع المدينة والحي والمنطقة السكنية التي تقع فيها الجامعة، إن يحصل هذا الأسلوب من محو الأمية من خلال تدريب طلبة الجامعات على يعني هذا العمل. هل سينشئ الدكتور فاروق آه الباز أنشأ مؤسسة؟ مؤسسة. أنا بتكلم من الورق اللي بعتولي. مؤسسة شباب التعليم هي مؤسسة أهلية تطوعية غير ربحية تهدف إلى رفعة التعليم في أرجاء الوطن. فده شيء جديد لسه الوقت اسمها حاصل شباب، بقاله أيام. اسمها مؤسسة شباب التعليم. شباب التعليم، شباب التعليم، نعم. نعم، وحضرتك هتكون في ال فاهم. دايركتوري بورد ولا هو في الايه؟ في الحقيقة يعني هو شكل لجنة أمنا، وهو يعني أنا أشرف إن هو دعاني إن أنا أكون وسط هذه المجموعة. ده شرف كبير، ومن خلال الجامعة الأمريكية وعلاقاتنا ببقية الجامعات سنبذل قصارى يعني جهدنا. رئيسة الجامعة دكتور ليزا أندرسون أطلعناها على هذا التوجه، وهي بترحب جدا، وإن شاء الله هيبقى لينا يعني مساهمة بإذن الله هيكون حاجة زي كده. الجامعات الأخرى، جامعة أسيوط مثلا في الصعيد دورها إيه، جامعة المنصورة إلى آخره من الجامعات المنتشرة في مصر دورها إيه من في التعاون مع هذه المؤسسة الغير ربحية للدكتور فاروق الباز لمحو الأمية في مصر، وإمتى الخطة موضوع يعني مثلا خلال 4 أو 5 سنين هنتخلص من الأمية تماما، ولا ما هو المستهدف يعني؟ الخطة ان يبقى في فريق عمل في كل جامعة، تمام، فريق عمل متبني قضية يقدر يساهم مساهمة إيجابية، يقدر يعمل تدريب للطلبة إن هم يعني يقوموا بهذا الدور على أكمل وجه. وطبعا إن الجامعة تقدر توفر الإطار اللي هو يقدر هذا العمل إنه يعني يرى يعني حيز النور وإن هو ينجح. طبعا في أشياء إدارية وترتيب وإزاي هنعمل حاجة زي كده، هنروح لمين الأول، هل في تبقى فصول داخل الجامعة هتحتضن يعني افراد المجتمع اللي هيشاركوا في حاجه زي كده. فده اللي الان اللي احنا شغالين عليه. طيب يعني ده يعني كده هو الهدف الرئيسي. اعتقد نعم. كمان الدكتور فاروق الباز هيحكي لنا عن الـ عن الـ عن الـ عن تفاصيل اكثر خلال الايام المقبله، سوف نرى ذلك يعني. وانا مستبشر خير جدا لان الموضوع ده كان محتاج كاريزما
ومحتاج عالم مصري كبير زي دكتور فاروق الباز. يعني احنا عندنا مدينة زويل العلمية، ده شيء جميل جدا ان يبقى عندنا، يعني مسكنا طرفي الهرم العلمي، طرف البحث والتكنولوجي على احدث مستوى، وطرف ايضا محو امية المجتمع. ده شيء ممتاز، وان شاء الله يبقى مشروع ناجح باذن الله. شباب العلم والمجتمع عندنا يعني بيشمروا ايديهم وهيبداوا ان شاء الله يبقى في تفاعل. دكتور انا فاروق معايا، بعت لنا حاجة انا حصرية برضه جديدة. معايا ورق هنا، لو خدتها منك ايه اللي يحصل دلوقتي؟ لا هو لو دكتور يعني ختمت الحلقة من غير ما اقراها ايه اللي يحصل؟ الورق المحتوى بتاع هذه اتفضل. الورقة يعني اتفضل، يعني طار الى القمر. يعني احنا طبعا Arabic في from صدد the moon. احنا في صدد انشاء متحف علمي في الجامعه. هيبقى في سيكشن للدكتور فاروق الباز، هيبقى في سيكشن للمساهمه بتاعته في هبوط الانسان على القمر. هو مش بس يعني ساهم في هبوط الانسان على القمر، هو ساهم في وصول اللغه العربيه الى القمر، من يعني خلال تدريب رائد فضاء ان هو يقرا كلمه عربيه قراها في دي رحله رسالة الدكتور فاروق الباز. ابولو 15، ابولو 15. رائد الفضاء قرأ هذه سنة الجملة. كم؟ احنا بنتكلم على سنة 74، في الفترة من 69 إلى 74 هبط الإنسان على القمر 6 مرات، شارك فيها 12 رائد فضاء. كانت أحد هذه الجمل هي التي قيلت من على سطح القمر، يعني فده شيء جميل جدا. كم يعني تداول شائعات قالوا كتير من الدكتور فاروق الباز، قال هناك السلام عليكم اللي كذا، لكن هذه هي نص الكلمة هو التي أرسلت. درب رائد فضاء امريكي ان هو يقول هذه الكلمة مرحبا من أهل على الأرض من على القمر. من نعم إنديفر إليكم سلام، صح؟ بالظبط كده. فده يعني نشر المحتوى العربي، واحنا بنقول لازم يبقى في محتوى عربي على الانترنت باللغة العربية وكده، ده شيء كويس جدا. ويعني كانت في تحية على القمر باللغة العربية. احنا بنحيي العالم الكبير دكتور فاروق الباز، ويعني كان لنا لقاء مطول معاه، وان شاء الله يبقى لنا الفترة المقبلة لقاءات اخرى، لان الجمهور طالب ان بعد الثورة نلتقي بالعالم الكبير دكتور فاروق الباز، لا سيما بقى نقاشات الثقافة العلمية والكلام الجميل ده. دكتور علاء ابراهيم، انا بحييك على مجهودك مع الشباب ومع الطلبة ومهرجان فانوس العلوم، واسمح لي ان انا انتقل مع مصطفى. يا مصطفى، احنا كلنا عمالين نتكلم في 2011 عام الثورات، 2012 مش اسهل منه، بيقول لك ده نهاية العالم، وانت مهتم بالموضوع ده هوت، ورانا بوستر ان هوت انت عملت فيه شرح ان هيحصل انفجارات في الشمس، وهيحصل اقصى عطسة شمسية، الشمس هتعطس في 2012، ايه الحدوتة؟ هو كان في ادعاءات دايما من الاعلام وحوالين العالم كله ان العالم هينتهي المفروض 2012 لزيادة النشاط الشمسي على الكرة الأرضية، فإحنا ما كانش عندنا يعني إثبات علمي للموضوع ده. فأنا اشتغلت في بحث مع تحت إشراف الدكتور علاء طبعا في الجامعة الأمريكية، في خلال فترة شهر 7 من 2010 لحد شهر 5 في 2011، كنا بناخد كل يوم صور للشمس علشان نقدر نشوف هل النشاط الشمسي بيزيد ولا لا. بناخد الصور دي باستخدام تلسكوبس معينة موجودة في الحرم الجامعي في الجامعة الأمريكية اللي في التجمع الخامس. فالصور اللي بتطلع لنا بيبقى فيه زي بقع سودة على الشمس، هي دي اللي بتقول لنا هل إذا كان في زيادة للنشاط الشمسي أو لا. حتى في صورة منها موجودة على البوستر، هي البقعة اللي هي البقعة السوداء دي، هي دي عددها، هو ده اللي بيبين لنا اي رسمة فيهم اللي هي الصفرة دي الرسمة الصفرة في بقعة، لو شايف فيه 3 نقاط سوداء. الزوم فعلا خلينا يا جماعة نجيب الصورة بدل ما احنا جايبين عليه، خلينا نجيب الصورة بس بتاعت البوستر اللي ورانا، لان ثمة هناك 3 نقاط سوداء على لون. ايوه شكرا جزيلا استاذ سيد شلبي، تمام. مالها ال3 نقط دول بقى؟ البقعة السوداء دي بقى عددها حريك، هو اللي بيقول لنا هل في زيادة في النشاط الشمسي أو لا. فإحنا خلال الفترة دي لما أخذنا الصور قارنا النتائج بتاعتنا بالنشاط الشمسي في السنين اللي فاتت، فطلع النتائج بتاعتنا طلعت إن النشاط الشمسي الحالي كان أقل من النشاط الشمسي السابق. وده بسبب الفيسبوك؟ لا شمس لا تعترف بالفيسبوك. شمس لا تعترف بالفيسبوك، امال ايه الحدوته دي هتبقى سببها؟ هو جاوب يعني على هو السؤال في الحقيقه. يعني الادعاءات بقى دي سيبنا بس نلعب كده، معاك احنا دكتور علاء شويه. طلعنا اثبات علمي يعني ان ما فيش، ان شاء الله يعني 2012 مش هتكون نهايه العالم، لان السنين اللي فاتت كانت النشاط الشمسي كان اعلى من دلوقتي. ف
فإن شاء الله ده يعني أول بحث مصري بيجاوب على هذا التساؤل اللي يعني شغل بيه الإعلام على مستوى مصر وعلى مستوى العالم، إن هناك أسباب كتيرة يعني وجود خطر يعني نذير يعني ينذر بكوارث تقع على الأرض نتيجة نشاط متزايد للشمس. 2012 هي سولار ماكسيمم أو نشاط شمسي متزايد. إحنا درسنا الموضوع بشكل علمي ولقينا ان مفيش اي دليل علمي يقول كده، بل على العكس ان سنة 2012 هتبقى سنة هتشهد نشاط شمسي زي ما بيقولوا بسيط جدا، لا لن يعني يحدث مثل امال الشائعة الإشاعات دي جت التي منين؟ قيلت. هو كذا حاجة طبعا، هو 2012 هو فعلا نشاط شمسي متزايد لكن هو ليس بالدرجة، هيبقى ودي حر؟ دورة هيبقى حر لا جدا؟ مش حار، لكن عواصف بتأثر على الاتصالات، بتأثر على الأقمار صناعية، بتأثر على محطات الكهرباء. الدول اللي في الشمال هي اللي بتأثر أكتر لأن هي العرضة لهذه العواصف الشمسية، بيحصل انقطاع كامل دول على الشمال ايه؟ الكهرباء. شمال القطب الشمالي، احنا بنتكلم على شمال أوروبا، بنتكلم على كندا، بنتكلم على الجزء الشمالي من أمريكا، فالدول دي هتبقى أكتر عرضة لمثل هذه القلق خلينا نقول يعني. يعني هيبقى فرصة جميلة إن احنا نعمل سياحة هنا في مصر، الجو هنا هيبقى ألطف من بالظبط، هذه الدول اكيد اللي حضرتك اكيد بتقول اكيد عليها. اكيد احنا موقعنا متميز جدا، دي احد الحاجات اللي فعلا مصر متميزه بيها. مصر 2012 يعني علميا كده هوت، رغم إن في احتمال عطسة شمس في العالم، تكون أفضل من دول كثيرة. تمام، وخليني اقول ان احنا بنقول نشاط يعني توصيل الثقافه العلميه للمجتمع، وهو اللي بيورينا يعني علماء الغد، هو اللي بيطلع امثله زي مصطفى، ان لما بيبقى فيه تلاحم ما بين الباحثين وما بين الطلاب في غير الكلاس روم او تمام غير يعني علاقه مصطفى، انا المحاضر بالمتلقي. وقت خلص مش عاوز اقفل معاك، بس انت شخصية مغرية للسؤال، انت بتتأمل ايه بالظبط؟ انا شايفك كده يعني ايه، مليان حائر، مليان اسئلة، يعني انت يعني بصراحة شكلك مغري. ان انا اسألك انت بتفكر في ايه، ولا انت بتعشق ايه؟ حدوتك يا اخي. يعني هو ان شاء الله يعني ناوي اعمل يعني ابحاث تانية مع دكتور علاء في الجامعة بخصوص الموضوع ده، لان هو طبعا احنا يعني النتائج اللي احنا وصلنا لها دي لسه برضو طبعا مش مؤكدة، يعني الامور دي بايد ربنا، يعني ممكن بكرة الصبح يا سلام عليك، هو كلنا دايما كده الباحث العلمي يقول لك مش مؤكدة، يعني مفيش حد ضامن يعني. ها ان شاء الله. ان شاء الله تكون معانا تاني مصطفى، يعني ان شاء الله على وعد بالتواصل. دكتور علاء بحييك على شكرا جزيلا مجهوداتك يا احمد، في شكرا نشر جزيلا، الثقافة شكرا العلمية، في التواصل مع جزيلا، شكرا على العرض، العلماء، وفي مهرجان فانوس العلوم، وفي شكرا على ذوق الرأي مساعدة دايما، الباحثين دائما. الله يعني يخليك، شكرا جزيلا. نورتني مصطفى، تكون معانا قريبا ان شاء الله، ان شاء الله. ننسق معاك، نشوفك انت ايه حكاية عشقك للتلسكوبات دي والحاجات دي. العشق هو اساس النجاح على فكرة، عشان بس اضيف يعني مفيش انسان ناجح الا لازم يعشق ما عمله. أجمل ختام ما قيل في هذا الكلام. نتواصل بكرة 8:30 بتوقيت القاهرة، إلى اللقاء.